نظم عدد من النشطاء في أوكرانيا من المسلمين مبادرة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام تحت شعار اسأل مسلما في مدينة كييف عاصمة أوكرانيا، تهدف للتواصل مع الناس والحديث معهم حول الإسلام والإجابة عن أسئلتهم. يشرف على المبادرة مجموعة من المتطوعين المسلمين التابعين لعدد من الهيئات الإسلامية في عموم أوكرانيا الذين قاموا بدورهم في تنفيذ عدد من الفعاليات المهمة التي كان لها أثر في تصحيح مفاهيم الكثيرين حول الإسلام. وأوضح القائمون على المبادرة الإسلامية اسأل مسلما بأن المبادرة تؤتي ثمارها وأن المسلمين قد أجابوا عن عدد كبير من أسئلة المهتمين بالإسلام، كما تحلى المتطوعون المسلمون باللطف واللين في التعامل مع الناس. إذن مشاهدينا الكرام، الحديث أكثر حول هذه المبادرة في أوكرانيا، مبادرة اسأل مسلما، يسعدنا أن نرحب بضيفنا السيد طارق سرحان، مسؤول بالمركز الإسلامي الثقافي في العاصمة الأوكرانية كييف. سيد طارق، تحية لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك سيد طارق. ودائما تبادرون الحقيقة في مثل هذه الأمور في طريقكم لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام في أوكرانيا، وقد شهدنا على ذلك، ويعني كنت ضيفا عزيزا علينا في أكثر من مرة وفي أكثر من مبادرة. الحقيقة هناك مبادرات حول النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه المبادرة، لو تشرح لنا قصة هذه المبادرة اسأل مسلما سيد طارق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أهلا بك أخي محمد وأهلا بمشاهديك الكرام. حملة اسأل مسلم هي أحد حملات نشاط ميرسي فور هيومينيتي القائم في العاصمة الأوكرانية كييف ما يزيد عن 3 سنوات. حتى في فترة الوباء الحمد لله هذا النشاط كان مستمر في العاصمة الأوكرانية، تعريفا للشعب الأوكراني بالثقافة الإسلامية وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالقيم المشتركة بين المسلمين وبين الشعوب الآخرين. حملة Mercy for Humanity هي حملة تعرف الأوكران بالإسلام وأن الإسلام رحمة للعالمين. سيد طارق، يعني تقصد رحمة للعالمين؟ نعم، رحمة للعالمين. نعم الله يفتح عليك. هي محاولة أن نثبت للشعب الأوكراني أن الظاهرة الإسلامية ليست ظاهرة غريبة على أي إنسان يؤمن بالله تعالى، وأن المشتركات بيننا كمسلمين ومسيحيين هي أكثر من أن تحصى. دليل على ذلك أن يعني أي مسلم مستحيل أن يكون مسلم ولا يدخل الجنة إذا على سبيل المثال كفر بسيدنا عيسى أو بالكتب المنزلة على سيدنا موسى وهكذا. فنحن أتباع سيدنا موسى ونحن أتباع سيدنا عيسى ونحن أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحمل رسالة عالمية. هاي هي الرسالة اللي احنا بنحاول نوصلها للشعب الأوكراني في جميع الشوارع الأوكرانية وفي أكبر مدن أوكرانيا. طيب سيد طارق، هل يعني هناك مجموعة كبيرة تقوم بهذا العمل؟ هناك متخصصون يقومون بهذا العمل؟ وهل فقط في كييف أم في باقي المدن الأوكرانية، أم أن هناك خطة لربما المرور على جميع المدن في أوكرانيا؟ طبعا إحنا لدينا فريق كبير في 11 مدينة، لكن العاصمة كييف يعني فيها الفريق الأكبر. يعني يمكن المجموعة اللي تخرج لهذه الحملة كل يوم أحد الآن من بداية الشهر الماضي لدينا حملة كل أسبوع، اللي عدد الناس اللي بيطلعوا على الحملة الواحدة ما يزيد عن 50 شخص، منهم النساء منهم الشابات منهم الشباب الدعاء الشباب منهم الشباب اللي ولدوا من أسر مسلمة اعتنقت الإسلام. يعني في الحملة الأخيرة كان لدينا 3 شباب على الأقل ولدوا من أب وأم كانوا مسيحيين واعتنقوا الإسلام ثم هم ربوا على الإسلام وأصبحوا الآن دعاء للإسلام. فالفريق الحمد لله كبير جدا، الفريق موجود في 11 مدينة في أكبر من يعني من أكبر مدن أوكرانيا. والحملة هي عبارة عن نوع من التدريب الميداني للشباب خاصة الأوكرانيين اللي هم أصبحوا
يمثل الإسلام في الأرض الأوكرانية بهوية أوكرانية، وهذا شيء مهم جدا للشعب الأوكراني. الشعب الأوكراني بحب شعبه وبحب وطنه. من المهم أنه نظهر أنه الظاهرة الإسلامية هي ظاهرة أوكرانية أصيلة وليست ظاهرة مستوردة، حتى لا يتم يعني محاربتها أو استقبالها بطريقة وكأنها ظاهرة غريبة. فالحمد لله هذه الظاهرة الآن أو هذه الحملات أصبح إلها صداها، أصبح إلها أشخاص يعني يأتوا إلى هذه الحملة أسبوعيا، وكأنه أصبح منتدى يلتقي فيه المسلمين ومحبين الإسلام كل أسبوع في مركز من مراكز المدن الأكبر في أوكرانيا. أبرز النماذج أستاذ طارق حول المفاهيم المغلوطة، ذكرت مثالا فكرة يعني أننا كمسلمين يعني نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبموسى وعيسى وبالأنبياء جميعا، هذه ربما فكرة مغلوطة وأمر كبير. هل هناك أفكار أخرى أيضا بارزة يتم تصحيحها من خلال حملة اسأل مسلما؟ طبعا هناك أفكار كثيرة، أهمها طبعا كالعادة للأسف هو التفكير النمطي عن الإسلام. نعم. على أنه دين حربي أو دين يدعو إلى قتل الآخر أو سفك الدماء، قضية المساواة بين الرجل والمرأة، قضية أنه دين رجول، وهذه قضايا كثيرا ما تورد لنا أو يعني تأتي لنا كأسئلة. لكن أكون معك صريح، صار معي حادث أو قصة رائعة جدا في الأسبوع الماضي أحب أن أشاركها معكم. جاءني شخص، هو للأسف إذا صوتي واضح. نعم تفضل. نعم، جاءني شخص هو هومليس، يعني هو إنسان ممكن نقول تقريبا مشرد، وإحنا بنعرف للأسف هاي الظاهرة موجودة في أوكرانيا، والناس المشردين يعانوا من التعنيف من الشعب الأوكراني، أو يعني هناك علاقة عدوانية اتجاههم. فإجاني واحد منهم حاول يظهر انه هو عدواني ضد المسلمين في البداية، فكان يتكلم كلام شديد معي، فانا حاولت اني اكون صبور معه. قال لي انا انسان لا احب الخالق لانه حرمني من امي وانا عمري 8 سنوات، وانا لو شفت الله سوف افعل وسوف اقول وسوف، وكأنه كان يتحداني اني اظهر انه انسان هو كافر او انسان يعني يكفر بالله، فانا رح اعاقبه او اعلن انه يستاهل القتل او شيء. فوجدني صبور معاه، كنت يعني كل ما كان يشد معي كل ما أكون حليم فيه ولطيف فيه. فتفاجأت أنه تغير بأسلوب التعامل معي وقال لي أنتوا أفضل دين ممكن يعبد الله فيه. ليش؟ لأنكم صبورين على الآخرين ولأنكم حليمين على الآخرين، بالرغم من أني كنت شديد معك في التعامل لكن أنت كنت حليم علي وتتسم لي. فيا أخي، أكبر تفكير يمكن نمطي اتجاه المسلمين إنه المسلمين عدائيين، مسلمين يكرهوا الآخر، لكن إحنا هاي الحملات بنحاول بأفضل الطرق وبأكثر الطرق تحضرا نوصل رسالة السلام، عملا بقول الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هاي أهم رسالة، رسالة رحمة للعالمين، هي الرسالة بنحاول نوصلها للشعب الأوكراني. في العموم هذا الموقف موقف جميل حقيقة، ويظهر أن اتباع دين النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بهذه النتائج الجميلة. ربما يترك ذلك شيئا في قلبه، ربما يكون سببا في هدايته إلى الإسلام إن شاء الله في وقت لاحق. بشكل عام أستاذ طارق، كيف هي ردود الفعل حول هذه المبادرة أو هذه الحملة بالتحديد، حملة اسأل مسلم؟ والله ردود الفعل الحمد لله إيجابية. لا يوجد مدينة أوكرانية نتوجه برسالة رسمية لعمدة المدينة حتى نحصل على تصريح لنقوم بهاي الحملات إلا ويرحب بنا ويبعث لنا الحراسة الرسمية أو يستقبلونا ويمدونا بالمساعدات أو يوفروا لنا أفضل الأماكن والمناسبات. حتى بالعكس، في بعض المؤسسات اللي بيكون عندها نشاطات اجتماعية أحيانا تدعونا لهاي النشاطات حتى يكون لنا حملة على قاعدة هذه النشاطات اللي هي تابعة لمؤسسات غير إسلامية أصلاً، فإحنا أصبحنا ضيوف يعني مرحب بهم. عدا عن ذلك، ضف لهاي الظاهرة ظاهر ترحيب الأوكران، إحنا الآن في عنا في أوكرانيا موسم سياحي مفتوح جداً لشعوب يعني مختلفة من أصول إسلامية، وأصبحوا برضو كسواح أو كزوار لبلدنا أوكرانيا يتفاجؤوا
لأي درجة للمسلمين يعني حرية في أوكرانيا بأن يدعوا إلى دينهم ويعرفوا بدينهم الآخر. هذا شيء يجعل مسلمين أوكرانيا نموذج يحذى حذوه سواء كان لغير المسلم أو للمسلم نفسه. تخيل أنه بعض الكنائس أصبحوا يعملوا نفس الحملات في نفس الأماكن اللي إحنا بنعمل فيها حملاتنا، وصرنا نلتقي أحيانا نقدم لهم الشاي أو يقدموا لنا بعض الكتب ونقدم لهم إحنا القرآن ونتكلم ونتحاور، وأصبحت منصة للحوار بين المسلمين وغير المسلمين، لكن بروابط الصداقة وبروابط الحرية واحترام رأي الآخر. فهاي الظاهرة أصبحت تثبت أن المسلمين قادرين على حوار الآخر باحترام دون عنف أو بدون يعني عدوانية. هذا الشيء أكيد بأكد على أن المسلمين هم شعب حضاري، هي ديانة عظيمة، وهي الرسالة اللي إحنا بنحاول حتى نوصلها لبلادنا العربية، أنه الإسلام يزدهر حيث الحرية. ورسالة اسمح لي أني أوصلها لجميع الزوار اللي ممكن يصلوا لأوكرانيا. إخواني الكرام، لا تنسوا أنكم دعاة في هذه البلاد، إذا جئتوا لزيارة أوكرانيا مثلوا الإسلام أفضل تمثيل، فإخوانكم هون قضوا أعمارهم، قضوا ما يزيد عن 30 سنة وهم يظهروا هذا الوجه الرائع للإسلام، فكونوا على قدر المسؤولية. جميل جدا أستاذ طارق. طبعا نأتي إلى النتائج الحقيقية لهذه الجهود، طبعا وما عليك إلا البلاغ، ولكن أيضا السؤال حول نتائج هذه الجهود المستمرة المضنية على مدار هذه السنوات، كيف هو الإقبال على الإسلام من قبل الأوكران؟ لو تصف لنا هذه الحالة أيضا. نعم أكيد أخي محمد، إحنا هدفنا الأول البلاغ، وإحنا بنسميه بمصطلحنا هون في أوكرانيا التعريف. نعم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعريف هو أسلوب، أو حتى إحنا ممكن نسميه واجب علينا كمسلمين في أوكرانيا، أن نعرف الآخر بنا حتى نجد المشتركات، ثم نبني مجتمع مترابط قوي دون شكوك، دون كراهية، دون بغيضة. فهذا إحنا بنعتبره واجب علينا كمسلمين، نقدم كخدمة لوطننا ولشعبنا في أوكرانيا. لكن من جانب آخر، الدستور الأوكراني بطبيعة حاله يهب حرية الديانة أو اعتناق الديانة، فأكيد في ناس بعد تعرفهم على الإسلام اعتنقوا الإسلام، وإحنا عندنا حالات كثيرة. أحد هاي الحالات مشهورة وموجودة على قناة الحملة في اليوتيوب، أحد المدرسين اليهود اعتنق الإسلام بينما هو كان نفسه يدرس اليهودية في معبد يهود. طبعا هو أصبح داعي الآن للإسلام في صفحته على الفيسبوك، آلاف المشاهدات لفيديوهاته وهو يتكلم على الإسلام، علما أنه هو لا يظهر أنه مسلم، لكن حتى كإنسان كان يهودي سابقا هو يدعو للإسلام بطريقة لطيفة. الجميل في قصة هذا الأخ أنه عندما أراد أن يسلم ما كان يعلم أنه هو نفسه سيسلم، هو جاء بابنه إلى المسجد حتى يعلم ابنه التوحيد في أجمل صوره، لأنه عندما تعرفنا عليه قال لي أنه التوحيد اختفى من وسط اليهود، علما أنه اليهوديين ملتزمين بالتوحيد تماما زيهم زي المسلمين مع بعض الاختلافات. لكن عندما تعرف على الإسلام عن طريق هاي الحملات قال التوحيد في أجمل صوره موجود فقط عند المسلمين، فقرر أنه يودي ابنه إلى المسجد حتى يتعلم التوحيد. ابنه تعلم الفاتحة وتعلم الصلاة وصار يصوم ويصلي في المسجد ويحضر صلاة الجمعة وخطب الجمعة. ما شاء الله. مرت سنة، وبعد سنة تلاقينا يعني التقيت هذا الأخ في مدينته في مسجده، عرضنا على الإسلام فوجدته أشهر إسلامه، وهذا الفيديو مشهور جدا ومعروف عنا على قناتنا. والأمثلة على هذا الشيء كثيرة أخي محمد. إحنا في مختلف مساجدنا سنويا يسلم تقريبا يعني من 100 شخص ل 120 شخص في مختلف مدن أوكرانيا، وهدول اللي بنعرفهم إحنا، فما بالك باللي ما بنعرفهم. والواقع إنه الشعب الأوكراني تربة
يعني رائعة جدا للدعوة. كثيرين من الأوكران عقيدتهم أقرب ما تكون للمسلمين، وقد يكون عقيدة مسلم لكن هو لا يعرف يعني إيش هو الإسلام، حتى يجد هاي الحملات ويهتدي إلى المسجد ويهتدي إلى القرآن. نعم سيد طارق، يعني أرجو أن لا يكون هناك عراقيل، ولكن هل هناك أي عراقيل، أي معوقات أمامكم في توسعة هذه الدعوة وهذه المبادرات حتى تصل إلى الجميع بنفس هذه الكفاءة التي تقومون بها؟ والله أخي الكريم الحمد لله لحد الآن ما في أي عراقيل. إحنا يعني كمؤسسات أوكرانية نعرف القانون الأوكراني، نلتزم به، نحترمه أيضا. يعني إحنا لدينا خبرة في العادات والتقاليد الأوكرانية، الشعب الأوكراني شعب يحب الثقافات، شعب ميال للثقافة الشرقية جدا. على فكرة الشعب الأوكراني يعتبر نفسه أقرب للثقافة الشرقية منهم للثقافة الأوروبية أو حتى الروسية، لكن هم شعب قومي جدا. فعلى سبيل المثال احنا اعتدنا كأجانب في أوكرانيا أنه نتكلم في اللغة الروسية، بينما الآن بعد المشاكل اللي صارت بين أوكرانيا، بين الحكومة الأوكرانية وبين روسيا، صاروا طبعا متشددين في قضية اللغة الأوكرانية. فإحنا كدعاء من المهم أنه نتكلم باللغة اللي بتقبلها، ونطبع الكتب باللغة اللي بتقبلها الشعب الأوكراني، وهذا شيء يعني جديد علينا كمسلمين في أوكرانيا. قضية تانية أنه يعني الحكومة لا تزال يعني تراقب المسلمين كظاهرة جديدة، ويمكن ما يكونوا يعني مأمنين لهم حتى النهاية. لحد الآن الحمد لله ما في أي عراقيل، بالعكس إحنا يعني نستمتع بالحرية، لكن نخشى ما نخشى أن يكون في ظاهرة مثل ما صار في فرنسا أو في أوروبا، أنه عداء بحجة أسلمت أوكرانيا. لكن إحنا الحمد لله كمسلمين في أوكرانيا واعين لهذا الشيء، نسأل الله تعالى أنه يعني ينعم علينا بهذا الاستقرار. آمين. انقطع الاتصال. نعم تفضل. نعم أنا نعم نسأل الله تعالى أن ينعم علينا بهذا الاستقرار. لذلك إحنا يعني من المهم أن نكون محافظين على توجهنا المرن وعلى فكرنا الوسطي وعلى طرح الإسلام بالطريقة اللي يتناسب مع النصوص الشرعية ومع الواقع الأوكراني، دون أن يكون في هناك يعني عدم تقبل للآخر. إحنا لا ندوب في المجتمع وفي نفس الوقت لا ننعزل عنه. لكن سيد طارق، فكرة أشرت إلى يعني تخوفات ربما أن يكون الوضع كما يحدث في فرنسا، فكرة العداء الإسلام والتخويف والإسلاموفوبيا أو العداء الإسلام بشكل صريح، هل هناك مؤشرات أن هناك أحزابا تعمل في هذا الإطار تدفع فيه بشكل حثيث، أم هذه تخوفات فقط من بعيد؟ طبعا من حين للآخر تظهر بعض المقالات الشاذة للأسف، وهذا شيء نادر جدا. في الأغلب هاي المقالات بتكون من بعض الكتاب من روسيا، لأنه روسيا طبعا هي دولة للأسف الحريات فيها مقموعة، خاصة حرية المسلمين في طباعة الكتب، هذا شيء معروف للأسف. يعني هناك كثير من الكتب، حتى صحيح البخاري، حتى ترجمة القرآن منع طبعها في روسيا. ومن الحين للآخر هناك كتاب وفلاسفة روس بحاولوا إنهم يعني يكتبوا مقالات ضد المسلمين، غيرة من الحرية اللي بتمتع فيها المسلم في أوكرانيا، حتى يصوروا إنه يعني النموذج حياة المسلم في روسيا أفضل، وهذا بسبب النزاعات السياسية. طبعا للأسف في بعض الكتاب المأجورين يمكن من روسيا في أوكرانيا ممكن يستميلهم هذا الفكر وهذا التوجه ويحذو غيرهم، لكن هاي حالات شاذة جدا. الحمد لله الشعب الأوكراني نفسه والحكومة الأوكرانية نفسها تنتقد هذا الشيء وتحاربه، وإحنا الحمد لله كمسلمين لحد الآن أي ظاهرة ممكن تكون عدائية نوعيا ضد المسلمين نقف ضدها ونحاول أن نلاحقها قانونيا. ويمكن أنت على علم أنه من فترة قريبة كانوا في أوكرانيا يمنعوا المسلمات من وضع صورهم في جواز السفر بالحجاب، واستطعنا عن طريق القانون أنه نستصدر قانون بالبرلمان الأوكراني يعطي الحق للمسلمة أن تتحجب في صورها في جواز السفر. الآن الحمد لله إحنا في مشروع جديد أنه الأعياد
المسلمة تكون أعياد رسمية، وهذا القانون برضو مطروح، يعني قد يمنح المسلمين إجازات رسمية في أعيادهم الدينية، وهذا برضو شيء إحنا ماشيين فيه، وإن شاء الله حيكون هذا خبر سعيد في القريب في المستقبل القريب. أبشرك أخي محمد إنه أنا زوجتي حتى كإنسانة مسلمة ومحجبة لحد الآن حصلت على جائزتين يعتبروا برستيج، لهم برستيج عالي جدا في أوكرانيا. أحد هاي الجوائز هي جائزة المسلمة النموذجية في محاربة نشر وباء كورونا، والجائزة الثانية هي جائزة الأم المثالية. فالمسلمين الحمد لله لهم حضور، لا يستقبلهم، يعني حتى أنا هاي الجوائز قدمها عمدة المدينة، عمدة العاصمة، لزوجتي وهي في الحجاب. فالحمد لله لا تزال يعني القنوات الرسمية بين المسلمين وبين ممثلين الحكومة طيبة، ولحد الآن الحمد لله المسلمين يعوا مسؤوليتهم والواجب المفروض عليهم في أوكرانيا. نعم سيد طارق، وبهذه المناسبة لو تذكرنا وتذكر المشاهدين بأعداد المسلمين في أوكرانيا سواء من الأصليين أو من المهتدين الجدد، الأعداد الإجمالية ونسبتهم لعدد سكان أو نسمات أوكرانيا. نعم طبعا الإحصاءات الأخيرة قبل المشاكل اللي صارت في شرق أوكرانيا في القرم وفي المنطقة الشرقية قبل انفصال القرم وانفصال الجزء الشرقي اللي لا يزال متنازع عليه، الإحصائيات كانت تقول أنه في أوكرانيا حوالي 2 مليون مسلم، ثلثيهم هم الأوكران الأصليين من عرقية التتار، وثلث هو الناس المهاجرين سواء كانوا من داغستان أو أوزبكستان أو من الشيشان أو حتى من البلدان العربية. وطبعا جزء الأصغر يمكن لا يكاد أن يكون العشر هم معتنقين الإسلام. طبعا هاي الفئة مش مدروسة علميا، قد تكون أكبر بكثير مما يتصوروا مما نتصوره يعني. لكن الآن بعد يعني ممكن نقول أنه مليون أو تقريب مليون ونص بقوا في المناطق المتنازع عليها والمنفصلة، فإحنا ممكن نقول تقريب نصف المليون أو المليون في باقي مناطق أوكرانيا، خاصة أنه في كثيرين هاجروا من القرم إلى العاصمة كييف وإلى غرب أوكرانيا. فأتصور أنا أنه بحدود المليون مسلم من أصل تقريبا 42 مليون مواطن أوكراني. طيب ننتقل للنقطة الأخيرة حتى لا أطيل عليك أكثر من ذلك سيد طارق، حول هذه المبادرة أو هذه الحملة اسأل مسلما والتي تحقق نجاحات وتحقق المأمول ربما كما أشرت، هل من نصيحة للهيئات الإسلامية في دول أخرى من دول أوروبا أو الأقليات المسلمة الحقيقة سواء في الغرب أو في الشرق؟ والله أخي الحبيب يعني أنا متأكد أهل مكة أعلموا بشعائبها، وكل بلد أكيد فيه من أهل الإخلاص وأهل العلم والخير المثقفين والعالمين في بلدانهم. لكن أنا أحب أقول أنه من خبرتنا في أوكرانيا إحنا استطعنا أنه نفصل بين العمل الدعوي اللي يعني يقوم به الأئمة في مساجدهم واللي يكون عادة موجه للمسلمين، وبين العمل التعريفي اللي بيقوم فيه ممكن يكون يعني أقل شاب ولد ويتكلم ولد في هذا البلد ويتكلم بلغة أصحاب البلد وإن لم يكن إمام معمم لكن مثقف ولديه أقل أساليب الحوار ممكن يكون ينجح فيه كثير. فمن المهم أنا أعتقد أنه نفصل بين عمل أئمة المساجد وبين العمل التعريفي بالإسلام اللي بطلب أحيانا أمور أخرى، وأتصور أنه هذا أحد أسباب نجاحنا في أوكرانيا، أنه العاملين في الدعوة داخل مساجد شيء، نعم، والعاملين في مجال التعريف بالإسلام شيء آخر، إلهم مواصفات أخرى، إلهم فنونهم، إلهم علومهم، والله أعلم. مزيدا من النجاح والتوفيق والسداد والقبول، شكرا جزيلا لكم. بارك الله فيك استاذ طارق، اشكرك على هذه الدعوه. شكرا لنا ولكم. مسؤول بالمركز الاسلامي الثقافي بالعاصمه الاوكرانيه كييف سيد طارق سرحان كنت معنا ضمن هذه الحلقه من برنامج اشكرونا حول العالم.